السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد لسلسلة التحضير الجيد للبكالوريا. في هذا الدرس اليوم غادي نقريكم reported speech، وبما يعرف باللغة العربية الكلام المنقول ولا الخطاب المباشر direct speech، والخطاب الغير مباشر indirect speech. دونك هذا الدرس هذا كاين تلاميذ عندهم مشكل كبير مع هذا الدرس وما يعرفوش التحويلات. هي في الحقيقة درس طويل. اليوم ان شاء الله غادي نسيو نفصلوا هذا الدرس باش نعطيكم مفهوم جيد ومفهوم بسيط. دونك كما راكم تشوفوا هنايا راه عندنا راني قسمت هذا الطابلو هنا، راه عندنا بارتي الاولى 2 3 4. في الكولوم الاولى هنا راه عندنا ستيتمنت. معنى تاع ستيتمنت هو كلام او تصريح، كلام او تصريح، وفي معظم الاحيان يكون في الافيرماتيف فورم. بعد راه عندنا غادي نشوفوا لي زيكزامبل اللي عندهم علاقه مع ستيتمنت. وكاين ثاني ريبورتد سبيتش اللي تكون على شكل سؤال، النوع تاع السؤال WH question where who how many how much. وراه عندنا yes no question هو ثاني سؤال، بصح نوع هذا السؤال يبدا بالاوكسيليير اللي هو do you does she are you is she is he. دونك هنايا عطونا yes no question. وراه عندنا order امر، advice نصيحه، وطلب request. order امر، advice نصيحه، وطلب request. وال في الاخير غادي نشوفوا بعض الامثله على suggestion اللي هو اقتراح. suggestion هو اقتراح. دونك نعاود، غادي نشوفوا امثله على statement، كيف نتعاملوا مع reported speech كيكون عندنا statement، كيف نتعاملوا مع reported speech الكلام المنقول كيكون عندنا WH question. كاين واحد القواعد غادي نشوفوهم في رحبه. ميكون عندنا سؤال على شكل yes no question، وميكون عندنا order امر، advice نصيحه، وطالب request، وفي الاخير ميكون عندنا suggestion اقتراح. دروك نبدو بالستيتمنت نمبر 1. رقم 1 statement، كما كنت تشوفوا هنا القاعدة اللي قلنا that subject verb، هذه في ال reported speech في الكلام الغير المباشر. قبل ما نشوفوا أمثلة هنا غادي نشوفوا هنا عندنا تغيرات في الأزمنة. عندنا تغيرات في الأزمنة، هذه التغيرات اللي لقنا نستعملوها في التحويل تاعنا. راه عندنا models، تغيرات في المودلز، وراه عندنا تغيرات أخرى. دونك غادي نشوفوا المثال الأول. هنا راه عندنا جملة ألف جملة باء. ليزا ساد، سنتنس أي، ليزا ساد أي لوف تنس، أي لوف تنس. دونك الحاجة الأولى اللي نعرفها هي باللي هنا راني في الكلام المباشر دايركت سبيتش. علاه؟ باسكو راه عندي هنايا كوتيشنز، هادو لي كيومي هنايا، وراه عندي نقطة هنايا، راه عندي هادو الكوتيشنز. ميكون عندكم كوتيشنز معناتها رانا في الكلام المباشر، يطلبوا مني باش نديرها في الكلام الغير المباشر. دونك هنا كان نشوف هنا في ريبورتينغ فيرب، الحاجة الأولى ريبورتينغ فيرب راه في الباسي ساب، هي ولا شي ساد. دونك هنا غادي نقوم بالتحويلات. دونك الحاجة الأولى نشوف ريبورتينغ فيرب، هذا ريبورتينغ فيرب، ساد راه في الباسي ساب في الماضي. دونك هنا غادي ندير نقوم بالتحويلات. دونك الحاجة الثانية غادي نشوف الفعل لوف راه في أي زمن، لوف راه في أي زمن. I love tennis هنا راها في البريزنت، في البريزنت سيمبل، راه عندي في البريزنت سيمبل. دونك في التحويل تاعي في الريبورتد سبيتش في الكلام الغير مباشر في البريزنت سيمبل، شوفوا تغيرات أزمنة هنايا، ميكون عندنا البريزنت سيمبل تولي باست سيمبل، بريزنت سيمبل تولي باست سيمبل. كيما نشوفوا الفعل هنايا لوف في الماضي تولي لوفد، بصح انا قبل ما نكتب الفعل في الماضي شوفوا القاعدة، نديرو that Lisa said that. دونك هنايا مور ذات لقى لي subject، شكون اللي قال، شكون اللي راه يقول بلي تحب التنس. دونك Lisa said that، ما نقولش I، ماشي أنا، ماشي أنا اللي تكلمت، ليزا هي اللي تكلمت. ثم نقول Lisa said that she، نتكلموا على ليزا. دونك ليزا said that شي مرمور سابجكت اللي قلنا لو فيرب. دونك هنا لو فيرب من حولناه، راه عندنا البريزنت سيمبل المضارع، قلنا البريزنت سيمبل يولي باست سيمبل. دونك ليزا ساد دات شي لوفد
she loved what she loved tennis ونديرو full stop تاعنا اوكي دونك هنايا ليزا said that هاي زدنا that plus subject plus le verbe في الباسي في الباسي سامبل على خيرنا لو باسي سامبل باسكو حنا مقيدين بقاعده بتغيرات في الازمنه ولغنا نطبقوا هاد الازمنه كما راهم هنايا كما راكم تشوفوا فيهم هنا دونك هذا بما يخص المثال الاول هنا نشوفوا باللي الفعل لوف ستان فيرب ريغولي معناتها نزل على او دي مي غادي نشوفوا بعض امثله اخرى كاين افعال irregular verbs معناتها يتبدلوا كومبليتوم ولا دي فوا يقعدوا هما نفس الفعل ما يتبدلش دونك نشوفوا المثال الثاني احمد سعد احمد سعد بين كوتيشنز وي ونت تو ذا بيتش 2 دايز اغو احمد سعد وي ونت تو ذا بيتش 2 دايز اغو دونك هنا حاجه الاولى اللي غادي نشوفها توجور هي ريبورتينغ فيرب ريبورتينغ فيرب راه في الماضي تما غادي نستعمل هذو التغيرات ريبورتينغ فيرب راه في المضارع ما غاديش نستعمل هذو التغيرات دونك ريبورتينغ فيرب في الماضي غادي نستعمل تغيرات وي ونت حاجه ثانيه اللي نشوفها هي الفعل الفعل في اي زمن راه هذا الفعل دونك شوفوا معايا هنايا وي ونت هذا ونت راه فعل في الباست سيمبل هذا الزمن هو الماضي باست سيمبل من نقولوا وي ونت تو ذا بيتش 2 دايز اغو رانا في الماضي وحاجه ثانيه غادي نسطروا عليها هنايا راه عندنا 2 دايز اغو هذه بعد نشوفوا هذه اغو دونك ما غاديش يعاد كيما هاك دونك 2 دايز اغو ماذا طونا في الكلام الغير مباشر في الاندايركت سبيتش احمد سعد احمد سعد نقول القاعده تاعنا دات احمد سعد دات هنا راه يقول احمد سعد وي ونت تو ذا بيتش وي ونت تو ذا بيتش دونك حنا هنا غادي نقولوا احمد سعد دات ما غاديش نقولوا وي بصح كون عاود نكتب وي انا ما كنتش معاهم انت كنت تكتب في ورقه الامتحان وي ونت تو ذا بيتش انت ما كنتش مع احمد وما راحش معاهم للبحر دونك غادي نديروا احمد سعد دات هو مين قال وي أزو كان وحده ولا كان مع جماعه دونك مع جماعه دونك هو نقولوا بلي هو قال بلي راحوا البحر دونك كانوا جماعه هنايا غتولي هنا وي كي غتولي ديولي داي دونك احمد سعد دات داي هل تحويل الاول داي هذه وي كي ولات داي احمد سعد دات داي عندنا الفعل قلنا الفعل فيرب دونك هنا الفعل راه في الباسي سامب انا في التغيرات في الباسي سامب كيولي في الكلام الغير المباشر نجي نشوف التغيرات تاعي في الازمنه الباس سيمبل راه عندي الباس سيمبل باس سيمبل ولي باس بيرفكت باس سيمبل ولي باس بيرفكت مي كاين بعض التلاميذ يقول لك انا الباس بيرفكت ما نعرف عليه والو شاولا الباس بيرفكت دونك حنا هنا ما يهمناش استعمال الباس بيرفكت ماناش في كتابه فقره دونك هنا انا في القواعد دونك اللي تعرفوا بلي الباس بيرفكت هو had plus le PPV. C'est quoi had plus PPV? هو had plus le participe passé à le verbe. راه عندكم ورقة تاع irregular verbs. راه عندكم بلا ما عندكم شقوها في نهاية الكتاب تاعكم المدرسي. في الأخير عندكم a list فيها irregular verbs. فيها the basic form ولا simple form. فيها the past simple ولا past participle. حنا ندول past participle. ليكم في التروازيام column. Donc, هنا نشوفوا. احمد سعد وي ونت تو ذا بيتش 2 دايز اغو تولي احمد سعد دات داي هنا اوليو باش نكتبوا ونت هنا الفعل في الانفينيتيف يولي جو في البارتيسيب باسي تاع تولي غون غون هنا الباست بيرفكت قبل ما ندير البارتيسيب باسي شي يلقلي يلقلي هاد دونك احمد سعد دات داي احمد سعد دات داي هاد غون to the beach راه عندي 2 days ago درت لكم هنايا سيركل على ago درت عليها دائره ago معناتها غادي هنا ago غادي تبدل نشوف التغيرات تاعي تغير الازمنه لا مش تغير الازمنه اسكو ago models لا ماشي models سما نشوفوها في تغيرات اخرى تغيرات اخرى نحوس عليها هنا ago وراي ago ago تولي before ثم انا شغادي نكتب احمد سعد دات داي هاد هذا الفعل اللي حولته ولات باست بيرفكت they had gone to the beach
two days before. Two days before. Ahmed said that they had gone to the beach two days before. دوك هنا شنو نشوفوا تحويلات انا نشوفوا بلي we ولا they went في الباست سامبل ولات past perfect had gone و ago ولات before. نشوفوا المثال الثالث Lily says هنا كما راكم تشوفوا هنايا Lily says reporting verb راه في present في present simple. ميكون عندي reporting verb في present simple هذه التغيرات ما نخدمش بها باسكو على الكلام المباشر يكون في present simple كيكون reporting verb في present simple هذاك الكلام المباشر كي نديروه في الكلام الغير مباشر الفعل ما يتبدلش present simple present simple المضارع يبقى مضارع. شوفوا مثال هنا تاع ليلي ساز ليلي ساز ما شفنا ساد ليلي ساز بالك بعض التلاميذ جامي شافوا هذا ليكزومبل مي سا اكزيست وقادر تطيح لكم يوم الامتحان هي تالمون سهله بزاف التلميذ ما يكونش على باله هذو التغيرات دونك قادر تطيح في الخطا. دونك ليلي ساز مستر جون از رود هنا لو طون اللي استعملناه سي بريزنت سيمبل از رود تو سامانتا معناتها ما يعاملهاش بطريقه مليحه از رود امبولايت تو سامانتا سامانتا هو اسم شخص دونك ليلي ساز نعاودوا القاعده تاعنا دات ليلي ساز دات شكون اللي ما كانش يعامل سامانتا بطريقه جيده اخذ دقنا ان سوجي دونك ليلي ساز دات مستر جون مستر جون قلنا ميكو عندنا ريبورتينغ في البريزنت سيمبل لو بريزون سام يقعد بريزون سام سما غادي تقعد مستر جون ساد دات اون ليلي ساز دات مستر جون از رود تو سامانتا فول ستوب. كاين حاجه مهمه ما قلتها لكمش انا في المثال الاول والمثال الثاني اللي هما كووتيشنز نقلعوهم في الريبورتد سبيتش نقلعوهم في الخطاب الغير مباشر كووتيشنز كويشن مارك دونك هادو كاع نقلعوهم في الكلام الغير مباشر بتكون عندنا لافخاز بي يطيروا كيما هنا ما نشوفوا ما كاينش كووتيشنز لافخاز بي هنا ما كانش كووتيشنز دونك ما نستعملوهمش نخلو غير الفول ستوب. دونك نشوفوا المثال الرابع ليلي ساد دونك هنا لا ديفيرونس ما بين هنا لو ميم اكزومبل بصح ريبورتينغ فيرب راه تبدل هنا اوليو ريبورتينغ فيرب باش يكون في البريزون سام درتها لكم في الباست سام باش ندير لكم لا ديفيرونس دونك هنا ريبورتينغ فيرب راه في الباست سيمبل في الباست سيمبل انا ميكو عندي الباست سيمبل تسمى غادي نقوم بالتحويلات دوك غادي نشوفوا الفعل اللي راه عندنا هنايا راه في اي زمن ليلي ساد مستر جون از هنا رانا في البريزنت بريزنت سيمبل اسكو غادي نقوم بالتحويلات واه ولا لا غادي نقوم بالتحويلات على باسكو ريبورتينغ فيرب راه في الماضي دونك هنا ميكون عندي البريزنت سيمبل نشوف بريزنت سيمبل كيولي باست سيمبل دونك هنا راه عندي ليلي ساد دات تبعتوا جوج القاعده تاعي باش ما نغلطش دات سوجي سكول شكون هو السوجي سوجي وراه السوجي هنا دونك ليلي ساد دات مستر جون مستر جون اسكو غادي نكتب از رود لا دونك هنايا قلنا لو طون راه از از في الماضي كتولي واز از تولي واز واز رود تو سامانتا ولا كان فول ستوب وراهم هادو الكوتيشنز هادو الكوتيشنز اللي كانوا هنايا يطيروا صح دونك هذا هو التحويل تاع هذا المثال الرابع دونك شحال درنا من المثال هنايا في الستيتمنت درنا واحد زوج ثلاثه اربع امثله بما يخص الستيتمنت رقم 2 دبليو اتش كويشن دبليو اتش كويشن كما كنتوا تشوفوا القاعده هنايا راه عندنا دبليو اتش كويشن بلس سبجكت بلس فيرب دبليو اتش كويشن بلس سبجكت بلس فيرب راه عندنا التغير في الازمنه غير هي ما تبدلوش المودلز لا ميم شوز وتغيرات اخرى ثاني ما يتبدلوش مع جميع الامثله اللي غادي نشوفوها دونك نشوفوا المثال الاول بما يخص دبليو اتش كويشن وات ار يو دوين وات ار يو دوين هي اسكت مي دونك هي اسكت مي وات ار يو دوين دونك الحاجه الاولى هنا كما قلت لكم قبيله غادي نشوفوا ريبورتينغ فيرب اسكو راه في الباسيف سامبل
و رافل باسيسا باس سيمبل. تما هنايا غادي نبدا نخدم بالتغيرات. حاجه ثانيه نمبر 2 دابا نشوف الفعل، الفعل الزمن تاع الفعل. وات ار يو دوين، دونك وات ار يو دوين هنايا كما راكم تشوفوا راه عندنا البريزنت، بريزنت كونتينيوس، راه عندنا البريزنت كونتينيوس. وات ار يو دوين بريزنت كونتينيوس. دونك في التحويلات هنا راه عندنا ميكو عندنا البريزنت كونتينيوس، نشوفوا في تغيرات الازمنه بريزنت كونتينيوس ولي باست كونتينيوس، بريزنت كونتينيوس ولي باست كونتينيوس. دونك نشوفوا هنا المثال، هي اسكت مي، شلق لي ابخي لقلي دبليو اتش كويشن، وراه دبليو اتش كويشن هو وات. دونك هي اسكت مي وات مور دبليو اتش كويشن لقلي لو سوجي. دونك شكون سقسا؟ سقساني انا. دونك هنا سقساني انا شنو غادي نقول؟ هي اسكت مي وات اي، وات اي ام دوين. لا البريزنت كونتينيوس ولي باست كونتينيوس. اي ام دوين في الماضي تولي اي واز دوين، اي ام دوين في الماضي تولي اي واز دوين. دونك هي اسكت مي وات، وات اي واز دوين فول ستوب. كيما نشوفوا الكويشن مارك قلعناها والكوتيشنز قلعناهم ودرناهم بلاصتهم فول ستوب. هذا بما يخص المثال الاول. شوفوا المثال الثاني، هاو از يور مادر، هاو از يور مادر، شي اسكت مي، هاو از يور مادر، شي اسكت مي، شي اسكت مي ريبورتينغ فيرب. راه في الماضي غندير تحويلات. حاجه زاوية نشوف الفعل، راه عندي از البريزنت، البريزنت سيمبل. ملي يكون عندي البريزنت سيمبل شوفوا التغيرات هنا تولي باست سيمبل، present simple ولي past simple. دونك how is your mother؟ she asked me، she asked me. نتبعوا القاعده تاعنا wh question subject verb، ورا wh question هو how. نعاود نكتب هنا how more wh question لقلي subject، where is subject؟ she asked me how، تقصاني انا she asked me. دونك she asked me how، سقستني على الام ديالي، دونك الام تاعي. دونك شي اسمي هاو ماي مادر، دونك سابجكت هو ماي مادر ماشي انا، سابجكت هو ماي مادر باسكو سقست على الام تاعي. دونك شي اس راه سقست على الام تاعي، شي اسك مي هاو دبليو اتش كويشن سابجكت ماي مادر بيكوز هاو از يور مادر سقست على الام تاعي. هاو از هاو يور مادر، هذه از في الماضي تولي واز، نديرو فول ستوب. She asked me how your mother or how my mother was. She asked me how my mother was. نعاودو مرة أخرى. How is your mother? How is your mother? She asked me. She asked me WH question how. Subject my mother. بس كرا يقولو me. My mother. ودونك لو فيرب راه عندنا هنايا is كدرناه في الماضي شنو يقول لي؟ يقول لي was. هنا راه في past simple. نشوفوا مثال ثالث. Why do you come late؟ they asked me. Why do you come late؟ why do you come late؟ reporting verb راه في الماضي ندير تحويلات. دونك they asked me more قاعدة حاجة اللي نقول نديروها هي wh question، تسمى وراه wh question هو why. they asked me why اللي قال لي موراها ان سوجي. they asked me why، شكون راه يسقسو؟ سقساوني why do you، ثم يسقسو فيا انا. دونك they ask me why، السوجي هو انا، why I سي بون wh question subject، wh question subject. لو فيرب راه لو فيرب هو come، come هو لو فيرب. هنا لو فيرب راه في البريزون سامبل، راه في البريزون سامبل. ومي يكون عندنا البريزون سامبل كيولي past simple. ثم غادي نقولو they ask me why I، ولي باش نقول كام غادي تولي كايم، تولات أ الأو ولا أ كايم. واي يو كايم ليت. شنو ريماركو هنايا؟ بلي دو طارت لوكسيلير غيروح في دبليو اتش كويشن، لي زوكسيلير يطيرو ما نسحقوهمش. لا ميم شوز هنايا وراه لا هادو لا. دوغا نشوفو نورمالمون مثال هنايا، في المثال اللي موالي غادي نشوفو بلي اوكسيلير دو داز ما نسحقوهمش، نقلعوهم في الريبورتينغ فيرب، في ريبورتيد سبيتش، في الخطاب الغير مباشر. المثال الرابع والاخير في بما يخص دبليو اتش كويشن، هاو ماني تايمز ديد يو ترافل، هاي سقسي فيا كم من مره سافرت.
How many times did you travel? She asked me. راه التقصي فيا. How many times did you travel? Donc, ماش تقصي فيا, تقصي في هو. Him. Donc, she asked him. Toujours reporting في الماضي. ندير تحويلات. She asked him. WH question وين راه هو. How many. تبعوا غير الخطوات. واني سير ما تكونوا ما تنسوش وما تغلطوش يوم الامتحان. دونك شي asked him how many times more wh question لقلي لو سوجي. دونك وراه السوجي. شي asked him how many times she asked him تقصته هو. دونك هذه هم نربصوها بالبرونو بيرسونيل هي. Donc she asked him how many times he more le sujet le قليل le verbe. Donc هنا le verbe في أي زمن دير le verbe تاعي. نجي نشوف هنا الخطاب المباشر. How many times did you يعني نشوف did هو past simple. ميكون عندي past simple شو يولي past perfect. وقلنا past perfect هو had plus le participe past le verbe. دونك وكاين حاجه اخرى ثاني قلت لكم بلي كي نديرو اندايركت سبيتش لي زوكسيلير يطيرو كيما دي دو دو داز نقول لهم ما نسحقوهمش. دونك انا شي اسك هيم هاو ماني تايمز هي ديريكتومون لو فيرب. ما قلت لكمش نكتبو لوكسيلير كيما كنتو تشوفو هنا ما كاش اوكسيلير ما نسحقوش اوكسيلير في الريبورتيد سبيتش في الخطاب الغير مباشر. دونك شي اسك هيم هاو ماني تايمز هي في الباست بيرفكت ولي هاد هي هاد ou le passé le past participe du verbe travel هو traveled un verbe régulier. On dirait full stop كيما كتشوفوا هنايا question mark ما كانش quotations هذوك ما كانش هنا لو طون اللي حاولنا he had traveled راه في الباست بيرفكت. تعاود تقصوني تقولي لي علاه past perfect باسكو عندنا لو passé simple هايلا ديد عرفت بلي راني في الباسي سامبل وميكو عندي الباست simple تولي past perfect. دروك غادي نشوفوا رقم 3 yes no question. yes no question القاعده تاعها اللي قلنا if plus subject plus verb if plus subject plus verb زائد subject if زائد subject زائد الفعل. دونك تغيرت في الازمنه نفس الشيء المودلز لا ميم شوز وتغيرت اخرى حتى حاجه ما تبدلت. دونك نشوفوا المثال الاول كما قلت لكم في yes no questions نبدو توجور نبدو auxiliaire donc do does is are. هنا المثال عندنا do you like english he asked me حاجه الاولى نشوفوها reporting verb في present simple. حاجه ثانيه الفعل هنا راه هنا do يمثل present simple do does يمثل present simple وdid يمثل past simple. دونك يكون عندنا present simple شنو نستعمل past simple. دونك هنا كما كنت تشوفوا هنا ما عندناش كاع حاجه تقولنا باللي القاعده ما راهش قلنا باللي نحتفظوا بالاوكسيليار. دونك اوكسيليار ما نسحقوش ما نقلعوه ما نستعملوش في الكلام الغير مباشر. دونك هي اسكت مي دونك هي اسكت مي راه سقسي فيا ولا سقساني. هي اسكت مي شنو نقدر ندير اف موراها السابجكت راه سقسي فيا انا ثم انا. هي اسكت مي اف اي بصح راه عندنا مي هي اسكت مي اف اي ورا لو فيرب voilà le verbe هنا le verbe هو like هو le verbe est-ce qu'on va dire le present simple ou la past simple ou la past perfect في أي زمن. donc هنا le temps اللي غادي نديروه هو le passé simple على باسكو راه عندنا do الفعل تاعنا هنايا do you like راه في le present simple وكي نديرو التحويل في الكلام الغير مباشر تولي past simple. donc he asked me if I liked English. He asked me if I liked English. He asked me if I liked English. وهنا الفعل راه verb in the past simple. Past في past simple. نشوفوا المثال الثاني. Have you studied reported speech? راه سقسي فيا اسكو قريت هذا الكلام المنقول الكلام المباشر والغير المباشر والخطاب المباشر والغير المباشر. have you studied هنا كما راكم تشوفوا هنايا هذه have you studied راها في present perfect. تقول استاذ انا كيف نعرف بلي انا في present perfect ولا في past simple؟ صارها بين past simple يكون عندنا غير فعل وحده سيجي بلاس الفعل يكون عندنا الفعل سامبل يكون فيه سواء irregular ولا regular. هنا في present perfect يكون عندكم سواء have
ولا has plus le participe passé هو ال present perfect. هاولا have plus le participe passé تاع لو فيرب هو studied هاولا لو بي بي في. سما هنا رانا في ال present perfect. ميكو عندنا ال present perfect شي يولي past perfect had plus le participe passé. He asked her. He asked her if نور القاعدة if سوجي ورا سوجي. He asked her. Donc if لسقسي فيها هي سقسيها هي. He asked her if she هو subject ورا لو فيرب. لو فيرب هو studied راه في present perfect have studied تولي في past perfect had. هاي اللي كتبتها لكم هنايا had if she had studied if she had studied reported speech reported speech. دونك هذا بما يخص المثال الثاني هولا had studied هو past perfect. نكتبها لكم بقلم اخر بلون اخر past perfect. دونك نكملو نشوفو المثال الثالث. will you come later will you come later لتقصي في اسكو غادي نجي بعد حين. دونك will you come later they asked me. دونك انا كيما كنشوفو they asked me toujours reporting verb في الماضي. لو طون اللي نستعملو هنايا راه الفيوتور ويل راه عندي الموديل. انا كي نجي نشوف هنايا في المودلز راه عندي ويل. ميكو عندي ويل شي يولي would. دونك they asked me toujours نتبعو القاعده if they asked me if they asked me if تم سقسو فيا انا. دونك I was sujet. Donc they asked me if I سلك لي مور سيجي قال لو فيرب. دونك قبل ما نكتب لو فيرب كم هذه ويل نحولوها كي تولي هذه ويل في ريبورتد سبيتش. كي كو عندنا ويل تولي would. He asked me if I would. وهنايا ميكو عندي ويل ولا would هذو نعطيوهم مودلز. الافعال اللي تجي من موراهم تجي في الانفينيتيف. دونك he asked me if I would come later. انا نشوفو بلي quotations ما كانش والquestion mark ما كانش حذاري تستعملوهم في الكلام الغير مباشر. المثال الرابع والاخير بما يخص yes no question. have you been to Paris my friend asked me have you been to Paris. لا ميم شوز نفس الشيء هنا. have you been هذه راها عندنا have plus le PPV هاولا هنايا have plus le PPV. سمعنا في present perfect في present perfect. وميكو عندنا present perfect تحويلات present perfect كما تشوفوا هنا present perfect past simple past perfect قاولوا past perfect. دونك هنا اش غتولي my friend asked me نقولوا القاعده تاعنا لكم تركزوا جيدا على القاعده والتحويلات. دونك هذا الشيء بهذه الطريقه تضمنوا النقاط تاعكم الكامله بما يخص reported speech. my friend asked me if subject asked me to just my I if I le verb نحاولوه راه من present perfect الى past perfect ما تولي if I had toujours past perfect نديرو had مع جميع ال pronoun personnel اللي هي I you he she it we and they نديرو معهم had. دونك he asked me if I had وال PPV تاع been هو ديجا راه مكونجيغي سما خلوه غير هو. he asked me if I had been to Paris full stop. هنايا نكملوا المثال الرابع تاع WH question رقم 4 order امر advice نصيحه request طلب. القاعده كي يكون عندنا affirmative نديرو to plus infinitive وملي يكون عندنا la phrase في negative form تولي عندنا not to. not to ماشي to not كاش كاين خطا كبير يديروه تلاميذ يوم الامتحان في النيجاتيف فورم يديرو to not. she ordered me to not write on the wall مثال. دونك she ordered me not to write not هي تجي قبل to عاد باش نديرو لانفينيتيف. دونك نشوفو المثال الاول he ordered open the door or open the door he ordered امرني باش امر باش يفتحو الباب. دونك he ordered لكن افيرماتيف نديرو تو بليس لانفينيتيف لو فيرب لانفينيتيف. دونك اسكو راه في افيرماتيف يس راه في افيرماتيف. اوبن ذا دور راه افيرماتيف سما غادي نقول هي اوردرد تو بليس لانفينيتيف تو اوبن ذا دور. كيما راكم تشوفوا هنايا سهله ماشي حاجه اللي
تخلوا النقاط يروح لكم بسهولة. دونك حاجة سهلة فاسيل بزاف. مثال تاني، he ordered. تاني أمر pay attention، حذاري pay attention. دونك هنا he ordered راه في الأفيرماتيف yes، أفيرماتيف بيكون أفيرماتيف to plus le verb في الانفينيتيف. دونك he ordered to pay attention. نشوفوا مثال ثالث، could you bring the book tonight؟ could you bring the book tonight؟ دونك هنا راه عندنا request، طلب. دونك هنا راه عندنا she requested، طلبت منه باش يحضر الكتاب تاع هذه الليله. دونك she requested، دونك هنا راه اذكرها افيرماتيف yes، افيرماتيف ما نديرو to. she requested to bring. she requested هنا ما غاش نعاود نكتبو could you، هذه تروح باسكو ديجا كي درنا request تما نقصدو بها could. خاصك اللي عاود يكتب she requested could you bring، خطا ما نكتبوش كيما هاك. دونك درنا request عاودت لنا هذه could you. دونك she requested to bring the book. راه عندنا tonight، tonight في شوفوا تغيرات اخرى، tonight وراها tonight ولي that night. دونك she requested to bring the book that night هو تغيير اخر. you should not cheat هنا خطا، you should not cheat. The teacher advised me، المعلم نصحني باش ما نغش يوم الامتحان. دونك you should not cheat. The teacher advised me راه عندنا نيجاتيف فورم، ميكون عندنا نيجاتيف فورم نديرو not to. دونك the teacher advised me not، هذه نديروها مع advise request و order مع الثلاث حالات. دونك the teacher advised me not to، لو فيرب الانفينيتيف هو cheat وقعد هو، دونك باسكو درنا الانفينيتيف. دونك he ordered me or the teacher ordered me not to cheat، ونديرو full stop. دونك درنا مثال 2 3 4 4 امثله، انا نديرو في 4 امثله بما يخص كل حاله. دونك هنا في هذا المثال الرابع نكونو كملنا order advice و request. والان شوفوا رقم 5 suggestion اللي هو اقتراح، القاعده verb plus ing، verb plus ing. شوفوا المثال الاول، let's revise reported speech، he suggested، اقترح باش نراجعوا reported speech الكلام المنقول. دونك he suggested دونك ديروا verb plus ing form. where is the verb here؟ هنا لو verb هو revise، ما he suggested revising reported speech. full stop. نقلعوا quotations ونديروا full stop في الاخر. دونك ما تشوفوا هنايا هو لا verb revise plus ing، شوف لو او يروح كي نديروا ing form، هذا لو او ما نديروش او. دونك he suggested revising reported speech. مثال ثاني، why don't you call the police؟ Alex suggested where is the verb؟ هو call. Alex suggested calling the police. هذا بما يخص مثال ثاني. شوفوا مثال ثالث، my friend suggested let's do this exercise together. my friend suggested doing this. هنا هذه this كتولي this ولي that. my friend suggested doing that exercise together. مثال اخر، why don't you visit a doctor؟ he suggested visiting a doctor. he suggested visiting a doctor. دونك هذا هو المثال الاخير بما يخص suggestions اقتراح. قبل نهاية الفيديو غادي نشوفوا كويز، عطيكم 6 أمثلة ونشوف
اسكو فهمتوا ريبورتد سبيتش ولا ما فهمتوش. دونك نعطيكم 5 ثواني ولا 8 ثواني للتفكير. نبداو بالمثال الاول. جميلة inherited significant historical values. جميلة inherited significant historical values. Said an archaeologist. Said an archaeologist. الفراز ب. An archaeologist said. An archaeologist said. سيتوني لا بون ريبونس. An archaeologist said. عندكم الإجابة الصحيحة. An archaeologist said that Jamila had inherited. La phrase A تذكركم inherited كانت في الباسي سام تولي في الباست بيرفكت. Had inherited significant historical values. دونك هذا كويز رقم واحد. نشوفوا رقم اثنين. Administrators have applied. Administrators have applied new laws. Administrators have applied new laws. He said. عندكم 5 ثواني ولا 8 ثواني للتفكير. Administrators have applied new laws. He said. الجواب الصحيح. الجواب الصحيح. He said that administrators كانت عندنا have applied تولي had applied. He said that administrators had applied new laws. نشوفوا مثال ثالث. These boys learned a lot about civilization. These boys learned a lot about civilization. They told me. خمسة ثواني تفكير. They told me. These boys have learned a lot about civilization. They told me that هذيك these ولي those boys كانت have learned في present perfect ولي past perfect. Those boys had learned a lot about civilization. هذا هو الحل تاع هذا المثال. مثال ما قبل الاخير. He asked me do you agree with them. في المثال B. He asked me. خمس ثواني تفكير. He asked me do you agree with them. الجواب صحيح. He asked me if رانا في الياس نو كوشن. قلت لكم ديروا if بلس سبجكت بلس لوفر. If I راه في البريزون سام. Do you ثم الفعل يولي في الماضي. He asked me if I agreed with them. والمثال الاخير. What do you know about the US education? They wanted to know. What do you know about the US education? They wanted to know. تم ثواني تفكير. They wanted to know. What do you know? راه في present simple. دونك بيكون عندنا present simple تولي past simple. They wanted to know what I knew about the US education. They wanted to know what I knew about the US education. دونك هنايا لك عندكم راه عندنا شحال من مثال. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة تاع الأمثلة. دونك راه عندكم ستة أمثلة وكان عندكم كاع الجواب صحيح. دونك راكم فاهمين الريبورتد سبيتش جيد جدا. دونك يو هاف ان اكسلنت مارك. دونك إلا درتو خطأ واحد ولا خطأين دونك نجمو نسامحو معاهم. أكثر من ثلاث أخطاء. دونك هنا لقنا نعاودو نراجعو القواعد درناهم اليوم باش إن شاء الله ما نديروش أخطاء درناهم في هذا الكويز يوم الامتحان. دونك هذه هي نهاية الفيديو تاع اليوم ريبورتد سبيتش. نتمنى تكونوا فهمتوا مليح هذا الريبورتد سبيتش. وراني هنا في هذا الفيديو تطرقت على كل لي ديتاي كاع لي ديتاي الصغار الكبار. دونك ما كاش حاجة ما درناهاش اليوم. دونك إلا فهمتوا درس اليوم ولا كان عندكم اي سؤال كاش تمرين درتو في القسم ما كنتوش فاهمينه رسلوا لي في الكومونتير وان شاء الله ندير لكم الحل في لي كومونتير. ولا تسوني في الايميل تاعي ولا في الانستغرام تاعي ولا في لاباج فيسبوك انجلش ود عبد النور وندير لكم الحل تاع التمارين اللي ما راكمش عارفين كيف تحلو. دونك مع اللي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. ستاي سيف ستاي هوم ستاي سيف. حد موفق والى اللقاء في درس جديد.